الاسم محمود حفص الدين علي الاوان، مدير اداره عمليات بشركه النجمه التقنيه. لمحه عن هذه البطوله، البطوله مقامه باسم شركه النجمه. هذه البطوله مقامه على مستوى المنطقه الجنوبيه برعايه كل من الراعي الرسمي لهذه البطوله، شركه تداول، ايضا شركه النجمه التقنيه، ايضا شركه النجمه الصناعات الغذائيه وهميل المول. طبعا هذه البطوله انطلقت من 5 من رمضان، تحتوي على 9 فرق مقسومه لمجموعتين، كل فريق من كل مجموعه يقابل الفرقه الثانيه في المجموعه، وبعدها يتم جمع النقاط. البطوله طبعا هذه تتكون من مباراتين، نصف نهائي والنهائي، واللي يكون ان شاء الله يوم السبت القادم اللي هو 25 من رمضان. ايضا في جوائز مقدمه من الشركات الراعيه او جوائز قيمه. نتمنى ايضا مشاركه فرق اخرى، كما ننوه ان في فرق مشاركه من برا المنطقه، في عندنا فريق من مرزق وفريق من وادي الشاطي. الشركه متكفله بكامل اقامتهم وافطار في هذا الشهر الكريم. نشكر كل من تعاون معنا، نشكر اللجنة المنظمة على رأسها الأستاذ أحمد إبراهيم بشير، وأيضا الأستاذ سالم والأستاذ حاتم وإسماعيل، كل من شارك معنا، ونتمنى أن هذه البطولة في الموسم القادم تكون على مستوى المنطقة الجنوبية بالكامل وتحتوي أكثر فرق من برا المنطقة. مشكورين.